لو الحكاية فيها إن فيتو معرض لهذا العام فيما بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من معارض بقوة متعددة. وإحنا أيضا إذا كنا على هامش المعارض مرض المخاض نتوجه بالعزاء للشعب السعودي كله في خادم الحرمين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز، فإننا نتمنى كل التوفيق لخادم الحرمين الشريف الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف عليها، ونتمنى للشعب السعودي كل التوفيق. ولا شك أن هذه النهار يكون لها صدى كبير جدا في التبادل الثقافي بين الدول والشعوب. ونحن